الحديث طبعا على الموضوع معنا من الرياض استشاري طب الأسرة الدكتور خالد العمري. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك معنا في ام بي سي في أسبوع، شكرا لوجودك. طبعا في البداية تعقيبك على غالبية كل هذه الممارسات الخاطئة الطبية الصحية تحديدا في فصل الصيف. حياكم الله أستاذ علي، شاكر لكم حقيقة الاستضافة. أكيد أنا أتفق يعني مع أغلب النصائح اللي قدمت، إنه فعلا فترة الصيف كثير من الناس حقيقة يتعرض إلى بعض الإصابات والأمراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، وغالبا السبب في ذلك قلة الوعي أو كيفية التعامل مع الأجواء الحارة. لعلنا يمكن سمعنا عن ما يعرف بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وهي تعتبر من أبرز الأمراض وأشدها حقيقة خطورة، وضربات الشمس في بعض الأحيان قد تكون مميتة. لذلك حقيقة وجب يعني التنويه إلى كيفية تجنب الإصابة بهذه الأمراض خصوصا في فصل الصيف وعندما ترتفع درجات الحرارة. ضربات الشمس حقيقة هي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم لما يزيد عن 40 درجة مئوية، ويصاحب ذلك طبعا إصابات بالغة لبعض الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان مثل الدماغ، الجهاز الدورة الدموية، الكبد، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم. طبعا الأغلب أو خلينا نقول أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا النوع من الأمراض هم الأطفال وكبار السن، وذلك طبعا لصعوبة أو خلينا نقول أن جهاز تنظيم درجات الحرارة عندهم يكون بالنسبة للأطفال أقل نضجا من البالغين وكبار السن بسبب يعني تقدم السن، وأحيانا بسبب وجود بعض الأمراض المزمنة واستخدام بعض الأدوية اللي تؤثر على الحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء تعرضهم لدرجات حرارة عالية. نعم، طب دكتور إيش أبرز وأخطر الأخطاء الشائعة اللي مفروض يتجنبوها الناس خاصة في فصل الصيف؟ والله كثير من الناس يعني ممكن لا يعطي بال أو يتعرض لدرجات حرارة عالية جدا، وإما مكان العمل يكون حرارته عالية جدا أو أن يكون تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، مما ينتج عنه طبعا ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبالتالي إصابة الأعضاء الحساسة كما ذكرنا زي الدماغ، الكبد، القلب، وفي بعض الأحيان تكون مميتة. لذلك يعني النصائح وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض اللي علاقة بدرجة الحرارة اللي هو تجنب الظهور في أوقات الذروة ودرجات الحرارة العالية. إذا كانت الأماكن اللي يحتاجون البقاء فيها، وبعضهم مثلا يحتاج أن يعمل في أماكن تكون فيها التهوية غير جيدة، فيفترض الإكثار من شرب الماء كما تفضلتم في النصائح السابقة على الأقل كل ربع ساعة حتى لو لم يشعر بالعطش. أيضا كذلك يحافظ على درجة برودة ملائمة للمكان، أخذ بريك أو قسط من الراحة، وعدم مواصلة العمل في الأماكن اللي فيها درجة حرارة عالية. هذه لعلها تكون ممكن من أبرز النصائح. طيب فيما لو كان الشخص قد تعرض ل دكتور الآن بعض الناس غالبيتهم مهتمين بالصحة، مهتمين بالممارسة اللائقة حتى في المشي، في الركض، في الاهتمام بالأوزان وخلافه، لكن غالبيتهم يأخذ بعض المنحة الخاطئ في ممارسة الصحة أو اللياقة. بعضهم يحاول الجري أو معاندة الجسم حتى أنه والله مثلا في فترة الظهر أو فترة الصباح مثلا الساعة 10-9 أو حتى العصر، ما يعرف أنه المشي الأفضل في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هو بعد المغرب. صح ولا لا؟ صحيح. طيب نعم، إيش ممكن نوجههم بهالخصوص؟ يعني هناك فئة أيضا من الإصابات تحدث عند الرياضيين نلاحظها، يعني أو من يحاول ممارسة الرياضة في أوقات الذروة أو درجة الحرارة العالية.
وهي من أحد أنواع الأمراض المصاحبة لارتفاع درجة حرارة الجو، وهي ما يعرف بالتشنج الحراري لعضلات الجسم أو ما يعرف بالشد العضلي لدى الرياضيين. هذا يكون نتيجة ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان، ارتفاع درجة حرارة عضلات الجسم نتيجة ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى أن الجو الخارجي درجة الحرارة فيه عالية. لذلك لابد من تجنب أوقات الذروة في ممارسة الرياضة، يعني أن تكون مثلا في أوقات متأخرة من المساء أو في الصباح الباكر، ولكن في الأوقات اللي تشتد فيها درجة الحرارة اللي يكون فيها التعرق شديد جدا، عرضة للجفاف، لحروق أشعة الشمس، أيضا المشاكل اللي تنتج من تشنجات في عضلات الجسم، بالإضافة إلى الإجهاد الحراري وضربات الشمس أيضا قد تحدث لمن يمارس الرياضة يعني في درجات حرارة عالية. بالعكس لا ينصح حقيقة بممارسة الرياضة في الأوقات اللي يكون فيها درجة حرارة الجو عالية جدا، وإنما يفضل أن تكون في الأوقات اللي يكون هذه تتكلمنا عن الأوتدور إكسرسايز، يعني أو الرياضات اللي تكون خارج المنزل أو كذا، فإنها تمارس في الأوقات اللي يكون فيها درجة الحرارة مناسبة مثلا في المساء أو في الصباح الباكر، مع الحرص على شرب الماء على الأقل كل ربع ساعة، شرب كمية بالتأكيد قليلة من الماء تعويض سوائل الجسم. عند الشعور بالتعب، عند الشعور بالغثيان، بالإجهاد، عليه أن يتوقف عن ممارسة الرياضة ويأخذ قسط من الراحة. هذه بلا شك قد تكون علامات يعني إجهاد نتيجة ممارسة الرياضة بالإضافة إلى حرارة الجو. بالتأكيد كل الشكر لك وشكر النصائح اللي قدمتها لنا دكتور، لنا وللمشاهدين. كان معنا من الرياض استشاري طب الأسرة دكتور خالد العمري، شكرا لك.